واحد بيقول انا محامي واشكر الله عندي خبرة كبيرة في مجالي، ولكن المشكلة في الاصدقاء والمعارف الذين يطلبون الاستشارة، وطبعا اقدمها مجانا، فكيف انفذ وصية من سألك فاعطيه، وفي نفس الوقت انا اعيش من مهنة المحاماة؟ وزي ما عرف ناس بيستشيروك وتقول لهم كلمة كويسة، لكن ما بتقفش في المحكمة لسببهم، فانت عندك معين حاجة عملية في المحاماة لانك تقف امام القضاء وتترافع، وحاجة تانية مجرد الاستشارة دي تعتبر حاجات فكة بالنسبة لعملك كمحامي. وربما من اجل اعطاء النصيحة او الاشارة لكل هؤلاء ربنا بيديك بقية القضايا اللي توصلك، لكن ما تفتكرش انك انت محامي على كل حاجة تعملها فلوس والا مش هتخلص. ده انت لو بعد كده بقيت قسيس تبقى حاجة صعبة.